في كثافه عاليه يا مصطفى بيه. استنى مصطفى بيه يا جماعه، في كثافه عاليه وما فيش. مصطفى بيه فين يا جماعه؟ مصطفى بيه لحد دلوقتي ما رحتش ولا يوم. جاتك رحت انا ومراتي، يقول لي هات المحافظ قاعدين مصطفى بيه والنبي. اه الله يبارك لك في شارع المرض. يعني قاعد في شارع. طيب ما ينفعش يقعد في الشارع. لا انا قلت لحضرتك ساعتها، قلت لي ده انا ادخلهم بنفسي. طب احنا اتفقنا مع الراجل. اه ربنا يبارك لك. قاعدين مصطفى يا جماعه. حضرتك طب سيبه بقى هو يتكلم، انت هتعرض مشكلتك هو هنا. اه دي بس هي اللي طالبها من حضرتك. بس دي هيكلمك سياده المحافظه النهارده.